عسلامة الولاد. السلام. عسلامة. عسلامة. شو تعملوا في حياتكم؟ نخدم. نقرا. ان شاء الله ربي ينجحك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. لا نخدم جوي به. لا. احكيوا شوية على طرائف الدراسة كي قبل كنا نقرا وفماش واحد ما عاشش هكا طرفة ولكن يحب أستاذه ولا حاجة هكا. باهي بشكون نبدا؟ فماش شكون ما يحبش أستاذه. ما عندنا أستاذ يقعد هكا في ذكرتنا نحبوه. أكل غيب ياسر. نحن نحبوهم هذاك أكل غيب وياسر. نعم مش نراو. بالحق ما كنتش تحب القراية. لا يا بنتي ما نحبهاش. تتذكروا كنت التلميذ هذاك البروف ينسى باش يعطيكم دروس في الدار وهو يقول له مسيو نسيت. كافيه في صغير. يبقى قدام الطاوله ذاك الاول هكا سيدي 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 سيدنا ربي ونحن عباد ولا هكا اللي يخرج كيكسكلو يقول له مسيو نجيب نظار هذاك ديما موجود هذاك عنيد عاد هذاك دي برشا ترايف بار. كيفاش كانت علاقتك بالاستاذه وقتها؟ كانت علاقتي لا باهيه برشا. هو معروف على استاذ لونجلي ديما تحب القرايين وتحب اللي يحكيو انجلي. هاي تحب يس طوال تاع لونجلي أسأل لها وياه ديما اللي هي بروح ديما محليهم أسد لونجلي وديما يحبوا القراي. أنا أحسن حاجة أنا ديما نحضرها حس لونجلي. علاش؟ ليه؟ خاطرك تحب لونجلي؟ إي ليه برشا ناموس وسط الكلاس. شنو هو ناموس؟ خبيب الخبيب. احكي لي. نحكي لك؟ يا لي يا بابا خليها هكاك خليها هكاك والله على على وجهة النظر. قلت لي تعاركت معها ليش؟ نحن قلت لك انا وصاحبي قشروا في القلوب التالي في اخر كلاس ما عينياش نحن غير نحبوا وجهة النظر كاو. يا اخي ضربتنا بستوش قالت لي عند دين كذا وكذا. يا اخي روحت هكا استاذ لونجلي قالت هكا. يا اخي كيفاش روحت تماك ايش؟ هيك هاو صار اللي صار روحت تماك. احكي لي كيفاش؟ خضر لها عينيها. صح يا دي روحت تماك ايش؟ خذر لها عينيها. ضربت الأستاذ. ضربتها عين. نسيب لي الوالدة تحكي بالرسم يا دي ما يجي حدا تحت. شبيك الوالدة جابتني يا معل فما حتى كلام بعد هاي. ما كانش صحيح ربي فضلك الوالدة وهي ما يجيش تقول لك هكيكا. أما ما كنتش نجم تتصرف بطريقة ما خير. أنا عيني ظلمت وقتها. صاي. هندا. صاي. جوست على خاطر القلوب مش فماش حاجه اخرى. هي جوست هذيك هي عارفه هذيك هي ضربتني بسطوش وقالت انا كذا وكذا. هيك وراحت تماك اجا. شو صار؟ ديك بعد طردت من الدراسه. والله شو عملت كي طردت؟ شو عملت؟ مشيت نقرا في التكنيك ومن بعد مشيت نعدي في العام تاع الجيش. وانا تو نخدم جوي به. زيلو يعدي وعم جايش هاي ما زيلو شاء الله ربي يسهل كل حد. أما نحب نحرق. كي حكيت لأمك الحكاية تنجي ولا الحرقة استنى. كي مشيت تحكي لداركم الحكاية اللي صارت اش قتلك أمك؟ اش قالت لي برش حكاية جات معاك ولا ضدك؟ بتبيع بجي ضدي مدام كيكا جات ضدي. اخي فماش والد ما يحب أمه وبوه ما يحبوش يقروا ما يحبوش يوصل بتبيع هذيك ما يحبو يوصل. بديت بغلطتك انت انك تاكل في القلوب في الكلاس. صحيح نحن جعت وانت جعت تاكل في القلوب. شكيكا نحن ما كي قلق وقتها نحن التاني ما نحبوش معناتها نقرو ما نحبش لونجلي. صحيح نحن غير انا قلت لك دخلنا على وجهه النظر. ياك هاو فماش طرائف اخرين صاروا. ليه؟ انا مش طرفه هذه جريمه. اسالي زميلي. اش صار؟ شنو صار؟ حاجه معك انت صار؟ صارت معايا مره في ايام الشتاء ما عنديش فلوس قلت للولاد هاي ندوروا فلوس نمشوا نعملوا حاجه ندفعوا عليه. انا عندي نص تراكول في في, في الكرتاب صبيتها في ستال الزبله وساعه شعلت بالبريكي. شنو هو شعلت؟ الزبله في الكلاس. باكا جاي لفركسو فينا شكون عنده بريكي فركسو فركسو من قويش البريكي وين البريكي حتى لهنا في مرف مخبيها البريكي بعدك قالوا فما شكون قاود بي اسمه عبد الله مشارك معاك في الجريمه؟ ادي انا وحدي علي جريمه جريمه قتل هي حرق كلاس ما هي جريمه ونحن اخي جوج كي تدفى تحرق كلاس شنو الجيل هذا اللي طالع النجم قدو لنا ريشو يا اخي في الكلاس هي هكا هاو بك حتى ناسين ديما الكل صح ناسين ناسين الكل من بعدك قالوا لي يجي عندك مجلس تاديب بنهار اثنين وقتها قلت لي مشارك معاك طفل ولا ليه ها
بعد كمشينا كي عيط المجد التأديب زي المدير خلي كي وجدت الأستاذة واحد زي المدير خلي كي هاي اللي بركيش عاد بي قلت ليه تكذب هاي عشان يموك يكا هو خي تردون ولا فكرة عام كامل قاري في شهر تردوك جملة؟ ايه ها تردوني 15 يوم بعد كي انا قلقت مع 10 رجاح جيتك باللطف 15 يوم حارق كلاس علي حارق كلاس زبلة جيست بعديك وقتش انقطعتوا عن الدراسة؟ دي نقرأ نتاو زلت تقرأ يقرأ دي ليبر ما عملتش مصيبة أخرى معنا جوي بيه ده مش مش كم ما عملتش مصيبة من بعد ركحت رضت عملت عقل كما قال بلينكو سينا رضت بدلت بعش خالت ونجلت وانت ديك كانت آخر ليك وانقطعت على الدراسة وسي بنحي البخوفة هذا أكيد فما بروف ولا بروفة كنت تحبهم معنا على بروف تعرف فرنسي ولا صراحة محليها ديما ما تجيش ديما نحب انا صراحه حبي لا غير عادي علاش الجيل توا ما يحبش القرايه ها تو انت مثلا نحكوا لوجيك به كما عبد يشوف عبد لابس خير منه والاخر لابس جو به يتغيضوا ولا ما تغيضوش الاخر لابس مثلا سبيدري جديد ومثلا لبسه جديده وسيرفاتمون مثلا والاخر سبيدري يحك فيه عام كامل يمشي بيه ويجي هذيك معناها كل واحد قسمه دنيا طبقات قسم ايه يتغيدوا روحه يقولك ما عادش باش نجي يعني شنو هي الاخر الا اذا كان فما تنمر في الحكايه باش تنمر العبد انا مش غزرو انت فسري انا مش غزرو لهذاك ولا لهذاك ما مش غزرو اللي عنده الفلوس وقريق وكذا وكذا الرييق يتنمر على الاخر يتنمر كيفاش كل شيء في اقل في جيس في ضحكه كذا يتلكش فدلكم مثلا شوي بركه كذا وكذا وتعيش له لغ انا عندي وانت ليه دونك واحد يتقلق على الاخ باش يتقلق يقولك ما عادش جاي انا مادام هذاك كل يوم باش تنمر عليا على الجاي يعني. فهمتي برشا حبابل والله الحاجه اللي تخلي الشباب يكره هذه القرايه باش يقرا انت مثلا الاخر تعطيهم 3000 والاخر ما يمشيش يمشي من غير فلوس والاخر يشري كاسكروت قدامه والاخر ما يشريش ايش من ايش تحسي روحك في الحاله هذيا البروف يميز من بين الغني والفقير طو... الا والا يميز ما بين القراي والمش قراي اي صحيت يميز مش يدخر مثلا عنده شوي بهامه ما يعاونوش يطلعوا شوي شوف انه يميز بين القراي والمش قراي ذيك حاله عاديه اما انه يميز بين الفقير والغني حاجه خايبه برشا يميز قستنا لا علينا صار لك كيف وانت شنو كيف يا ميثي مانيها تنمر هكي على واحد يبدا شربت بقى لي ما عمره ما جتني كاك هو مش عيب راه صارت لي ما عمرها ما صارت صارت لي انا تنمر نحكوا نحن على ال... حتى صارت قدامك صار وقدام جيت قدام بارش بارش زيد خايب التنمر في وسط الدراسه بتبيع ولا بتبيع بارش هذا في تونس القرايه بارش راك تعدي نهار كامل وانت تقرا علي ما ليه مش مثال في عود 8 سوايع نقراهم ولا قديه ما قروش 4 سوايع صح ولا هكا هاو بعديك كي تجي تريفز تحسها صعبت عليك معناها ما تعرفش شنو باش تريفز بالضبط تبع عليك تجي تريفز تذكر هذاك اش عمل له وذكر هذاك اش عمل له والاخر اش عمل له وكذا وكيفاش يضحك عليك اوكي فما شكون يحط في قلبه فما شكون يحط في قلبه فما شكون يحط في قلبه باش يوصل فهم يحط قلبه نجم تغلبهم بالنجاح نتاعك صحيت شكون عنده عزيمه خويا انت عندك ولا ايه انا هكا سي عاد ماني قلت لك عزيمه حاصل شنو هو؟ جاك مازلت تقرا جوك بيه؟ جوي بيه الحمد لله شنو طموحك؟ تحب تولي نهار انا يا نحب نحرق يا ندخل في الحاكم حاجه من اثنين تدخل في الحاكم خي؟ ليه ما زاد الحرقه خير؟ اي دخل بيه اما خير بلي نحكوا اللوجيك يا اخي تبقى في تونس ولا تمشي غاديك؟ والله تمشي غادي بوراقك انا معاك ليه نمشي غاديك الريقل وراقي؟ شنو اللي خليك متاكد؟ عندي في راسي ما عندي في راسي نعرف انني الريق الروح وين شنو طموحك انا طموحي انا قلت لك حرق تعرفش على غادي على بيت مونتاليتي اخرى خير من انا بل في مار معناها بخلاف انه طموحكم حرقه طموحكم تتزوجوا اجنبي مش تحب تعيش تحب تعيش مش تحب تتزوج كذا وقاوريه ودنيا ليه جست ايش بلاي زاد اما خير تفيق على وحده وجهها ازرق كي باكو الكريستال ولا تفيق على وحده بيضه تسطع فيك الشمس كي في وجهك
تقول انت تونسيه ماهيش مزيانه ولا اسمعني ما تخليش كلام قلت انت غزش قلت فما مزيانين في تونس والله مصني عني بي فما ما ثماش اما ساعات تلقاها واحده راهي على الاخر ولعبتها ما ندري شكون عاد تمشي غادي ويصرف عليها كذا وكذا وهي هاي شيء من هنا والشيء مو غادي يدي شاي ولا شاي. وانت مثلا تنمرت على بنات بلادك انت تعملي في الكمام بس تو انا معناها هكا الناس قلت تسمعك شنو حكيت ليه ما حكيتش هكا مش يعني اسمع فما خط البي وفما الخايب صيح ولا هي اما هو الجمال راهو من عند ربي راه معناها ربي خلقها هكيكا هاي يا من اخوي ما نحبش بنات تونس وكاو امك واختك فيهم راهو هيك يعني خلقها ربي هكيكا بالجينات انا منتاليتي نتاعي انا ما نحبش كل واحد كيفاه يختار كل واحد كيفاه تحب امك ولا بالطبيعه امك تونسيه مهرها 30 مليون نضرب بهم كهرباء انا 30 مليون علاش مهر احنا بالحكايه هذه يدي فما تو ما تو حشيك ما ظاهر مش ما ما ظاهر تشوفك رايه كذا وكذا اه هذاك نمشي كذا تشوفوا شو تغزر له الاخر ما تغزرلوش جمله تمشي لذيك شو تغزر له والله ربي لا تحط في عين وجمه